نبدأ. ما قرأت كثيرا، متى خلصت أمس؟ لا أمس تأخرنا شوي. نقرأ الإسراء والكهف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وللمسلمين ولجميع المسلمين للمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس يوم الاثنين 15 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 وألف. قال الحافظ ابن جزي قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر، وهو موسى بن عمران نبي الله. وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل، رده ابن عباس وغيره، ويدل الحديث على بطلانه. وفتاه هو يوشع بن نون، وهو ابن أخت موسى، وهو من ذرية يوسف عليه السلام. والفتى هنا بمعنى الخديم. وسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خاطب يوما في بني إسرائيل فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: بل عبدنا الخضر أعلم منك. وفي نسخة: بلى عبدنا الخضر أعلم منك. فقال: يا ربي دلني على السبيل إلى لقائه. فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل، ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين، فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك. ففعل موسى ذلك حتى لقيه. قوله: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، قال موسى هذا الكلام وهو سائر قال موسى هذا الكلام وهو سائر، أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. فحذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه. ومعنى لا أبرح هنا لا أزال، لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة. ومجمع البحرين عند طنجة، حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس، وقيل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. أو أمضي حقبا، أي زمانا طويلا، والحقب بضم القاف وإسكانها 80 سنة، وقيل زمان غير محدود، وهو جمع حقبة وهي السنة. فلما بلغ مجمع بينهما، الضمير في بلغ لموسى وفتاه، والضمير في بينهما للبحرين، نسيا حوتهما نسب النسيان إليهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، كما تقول: فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم. وقيل: نسي الفتى أن يقدمه، ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاعل اتخذ الحوت، والمعنى أنه سار في البحر. وقيل إن الحوت كان ميتا مملوحا ثم صار حيا بإذن الله، ووقع في الماء فسار فيه. وقال ابن عباس: إنما حي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة، ما مس قط شيئا إلا حي. وفي الحديث أن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل السرب، وهو المسلك في جوف الأرض، وذلك معجزة لموسى عليه السلام. وقيل اتخذت الحوت سبيله في البر سربا حتى وصل إلى البحر، فعام على العادة، ويرد هذا ما ورد في الحديث. فلما جاوز، أي جاوز الموضع الذي وصف له، وهو الصخرة التي نام عندها، فسار الحوت في البحر، في نسخة: فصار الحوت في البحر، بينما كان موسى نائما. وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر. فلما استيقظ موسى أصابه الجوع، فقال لفتاه: آتنا غداءنا. نصب أي تعب. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة؟ قال الزمخشري: أرأيت هنا بمعنى أخبرني. ثم قال: فإن قلت ما وجه التئام هذا الكلام، فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا وفإني نسيت الحوت لا متعلق له. فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه ومعتراه ومن نسيانه فدهش. ايش عندكم يا البيان أو الضياء؟
الجواب بعدها ومع تراه من نسيانه، الواو هذه زائدة والبيان ايش يقول؟ قال في البيان ذكرها تذكر الدكتور علي الشهري ذكر أنها طنجة وذكر أيضا أنها مجمع نعم وذكر أيضا قال وقال بعضهم أنها في بلاد ما وراء النهر يعني عاد هذا بعد شوي الآية رقم 61 يا شيخ من نسيانه بدون واو ها قال فطفق قال وما اعتراه من نسيانه فدهش فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام قوله نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهبه في البحر فتقديره نسيت ذكر الحوت أن أذكره بدل من الهاء في أنسانه وهو بدل الاشتمال واتخذ سبيله في البحر عجبا يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس أو يكون إخبارا من الله تعالى أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا أي تعجب هو منه وإعراب عجبا مفعول ثاني لاتخذ مثل سربا وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر ثم ابتدأ التعجب فقال عجبا وذلك بعيد قوله قال ذلك ما كنا نبغي أي فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل فارتدى على آثارهما قاصصا أي رجع في طريقهما يقصان أثرهما الأول لئلا يخرج عن الطريق فوجد عبدا هو الخضر آتيناه رحمة يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن ويذكر كثير من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم وعلمناه من لدن علما يرونه ويكلمهم هذا مردود بحديث ما من نفس نعم يمر عليها 100 عام إلا وأيضا يعني ابن تيمية رحمه الله أي نعم ابن تيمية رحمه الله يرد هذا يقول لو كان حاضرا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل معه إلى آخره لو كان حيا معنى ابن تيمية رحمه الله تعالى كان سئل في المرة الأولى فتردد ثم في الثانية أجاب يعني له إجابتان قال قوله وعلمناه من لدنا علما في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجا بثوبه فقال السلام عليك فرفع رأسه وقال وأن بأرضك السلام قال له من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أولم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني أحببت لقاءك ونتعلم منك قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا قال له موسى هل أتبعك الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه رشدا قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحهما والمعنى واحد
وانتصب على أنه مفعول ثاني بتعلمني أو حال من الضمير في أتبعك. قوله تعالى فانطلق الضمير لموسى والخضر، وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نول أي بغير أجرة خرقها. روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها شيئا إمرا أي عظيما وقيل منكرا. فانطلق يعني بعد نزولهما من السفينة، فمر بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع الخضر رأسه وقيل ذبحه وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه، والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. وروي أن اسم الغلام جيسور بالجيم وقيل بالحاء المهملة. وقال الزمخشري إن قلت لما قال خرقها بغير فاء وقال فقتله بالفاء، فالجواب أن خرقها جواب الشرط وقتله من جملة الشرط معطوف عليه، والجزاء قال أقتلت. فإن قلت لما خولف بينهما فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام. أي نعم. نفسا زاكية قيل إنه كان لم يبلغ فمعنى زاكية ليس له ذنب، وقيل إنه كان بالغا ولكنه لم يرى له الخضر ذنبا. بغير نفس يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص، وهذا يدل أن على أن الغلام كان بالغا، فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا شيئا نكرا أي منكرا، وهو أبلغ من قوله امرأ، ويجوز ضم الكاف وإسكانها. قال ألم أقل لك بزيادة لك، فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. عندكم والإغلاظ ها؟ أي عدلوها، إحنا عندنا والإغلاط بالطاء. قوله بعدها الضمير للقصة وإن لم يتقدم لها ذكر، ولكن سياق الكلام يدل عليها. قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي. وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيانا، أتى يا أهل قرية قيل هي أنطاكية وقيل برقة، وقال أبو هريرة وغيره هي بالأندلس، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء، وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. استطعم أهلها يعني على المعتاد، عانك الله شيخ. استطعم أهلها أي طلب منهم طعاما جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، وإسناده الإرادة إلى الجدار مجاز، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، وحقيقته أنه قارب أن ينقض. شيخ انطاكيا في تركيا؟ ينطاكيا في تركيا يعني كيف؟ البرق فعلا بدتهم بالأندلس على بها رجل يكلم الشباب في تركيا أول الساعة 7 المغرب بعد 3 المغرب رمضان يوم 6 ينامون يعني؟ في انطاكيا؟ عجيب، يعني ينامون مبكرين؟ سبحان الله. إذا يا شيخ المكان اللي حصلت فيه القصة إنها برقة انطاكيا بلدة بالأندلس يذكر أنها الجزيرة الخضراء في الأندلس. ووزن ينقض ينفعل، وقيل يفعل بالتشديد كيحمر. فأقامه قيل إنه هدمه ثم بناه، وقيل مسحه بيده وأقامه فقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما نأكله، قال هذا فراق بيني وبينك، إنما قال له هذا لأجل شرطه في قولي إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، على أن قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا ليس بسؤال، ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام. والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب،
وقال الزمخشري: الأصل هذا فراق بيني وبينك، بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية، ثم أضيف المصدر إلى الظرف، والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل إنهم تجار، ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم لكونهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحر. وقيل كانوا 10 إخوة، منهم 5 عاملون بالسفينة و5 ذو عاهات لا قدرة لهم. وقرئ مساكين بتشديد السين أي يمسكون السفينة، وكان وراءهم قيل معناه قدامهم، وقرأ ابن عباس أمامهم. وقال ابن عطية: إن وراءهم على بابه، ولكن روعي به الزمان، فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. كل سفينة غصبة عموم معناه الخصوص في الجياد الصحاح في السفن، ولذلك قرأ ابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة. وشيخ ابن مسعود ولا ابن عباس القراءة ما ذكر عندك في الدور؟ في الحاشية ماذا قال في الحاشية؟ وقيل إن اسم هذا الملك هدد بن بودد، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبا مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها، وإنما قدم للعناية به. وأما الغلام روي أنه كان كافرا، وروي أنه كان يفسد في الأرض، فخشينا أن يرهقهما. المتكلم بذلك هو الخضر، وقيل إنه من كلام الله، وتأويله على هذا فكرهنا. وقال ابن عطية: إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل، وإنما هو في حق المخاطبين. عند من؟ قال: فخشينا أن يرهقهما. المتكلم بذلك هو الخضر، وقيل إنه من كلام الله، وتأويله على هذا فكرهنا. وقال ابن عطية: إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل، وإنما هو في حق المخاطبين. ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا يكلفهما ذلك، والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه، أو يضر بهما مخالطته مع مخالفته لهما. خيرا منه أي غلاما آخر خيرا من الغلام المذكور المقتول، زكاة أي طهارة وفضيلة في دينه، وأقرب رحمة أي رحمة وشفقة. فقيل المعنى أن يرحمهما، وقيل يرحمانه. لغلامين يتيمين، اليتيم من فقد أبويه قبل البلوغ، وروي أن اسم الغلامين أصرم وصريم، واسم أبيهما كاشح، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. كنز لهما قيل مال عظيم، وقيل كان علما في صحف مدفونة، والأول أظهر. وكان أبوهما صالحا قيل إنه الأب السابع، وظاهر اللفظ أنه الأقرب. فأراد ربك أسند الإرادة هنا إلى الله، لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله. وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله فأردت أن أعيبها، لأنها لفظة عيب، وفي نسخة لفظ عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا. واختلف في قوله فأردنا أن يبدلهما، هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله؟ وما فعلته عن أمري، هذا دليل على نبوة الخضر، لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أي بوحيه. قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود. وذو القرنين هو الإسكندر الملك، وهو يوناني، وقيل رومي، وكان رجلا صالحا، وقيل كان نبيا، وقيل كان ملكا بفتح الميم، والصحيح أنه مليك بكسر اللام. واختلف لما سمي ذا القرنين، فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك، وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب فكأنه حاز قرني الدنيا. قوله إنا مكنا له في الأرض، التمكين أنه ملك الدنيا
ودانت له الملوك كلهم. ما يذكر في الإسرائيليات أن الإسكندر كان جبارا، هل يصح فيه شيء؟ قوله وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما وفهما يتوصل أو يتوصل به إلى معرفة الأشياء، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك، فاتبع سببا أي طريقا يوصله. وجدها تغرب في عين حمئة، قرئ بالهمز على وزن فعلة أي ذات حمأة، وقرئ بالياء على وزن فاعلة. وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس، فقال ابن عباس حمئة وقال معاوية حامية، فبعث إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر، فقال أما العربية فأنتم أعلم بها مني، ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين، فوافق ذلك قراءة ابن عباس، ومعنى حامية حارة. رحمك الله. ويحتمل أن تكون بمعنى حمئة، ولكن سهلت همزته فيتفق معنى القراءتين. وقد قيل يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس، فتكون جامعة للوصفين ويجتمع معنى القراءتين. قلنا يا ذا القرنين، استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي، لأن هذا القول وحي، ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال كانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم. وقيل الحسن هنا هو الأسر، وجعله حسنا بالنظر إلى القتل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، اختار أن يدعوهم إلى الإسلام، فمن تمادى على الكفر قتله، ومن أسلم أحسن إليه. والظلم هنا الكفر، والعذاب القتل، وأراد بقوله عذاب النكر عذاب الآخرة، فله جزاء الحسنى. المراد بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، وعادهم بأن ييسر عليهم. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، هؤلاء القوم هم الزنج، وهم أهل الهند ومن وراءهم. ومعنى لم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان، إذ لا تحتمل أرضهم البناء، وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم. وقيل ستر اللباس، فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب. كذلك أي أمر ذي القرنين كذلك، أي كما وصفناه تعظيما لأمره. وقيل إن كذلك راجع لما قبلها، أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني والثياب. وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك، أي مثل القوم الذين وجد عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. بين السدين أي الجبلين، وهما جبلان في طرف الأرض، وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنى. وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم، وما كان من فعل الناس فهو مفتوح. جميل. وجد من دونهما قوما، قيل هم الترك، لا يكادون يفقهون قولا، عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس، فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها. يأجوج ومأجوج، قبيلتان من بني آدم، في خلقتهم تشويهم، منهم مفرط الطول ومفرط القصر، مفسدون في الأرض، إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر. وقيل كانوا يأكلون بني آدم. قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، هل استفهام في ضمنه عرض ورغبة، والخرج الجباية، ويقال فيه خراج، وقد قرئ بهما، فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا ليقيم بها السدة. طيب الآن وبينهم سدة، هذا من فعل البشر وجاء بالضم، يرد عليه صح؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم، فلا حاجة لي به، ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. ردم أي حاجزا حصينا، والردم أعظم من السد. ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين. قال انفخوا، يريد نفخ الكير، أي أوقدوا النار على الحديد. قطرة أي نحاسا مذابا، وقيل هو الرصاص. وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الجبلين، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه، أصل استطاعوا استطاعوا، وحذفت التاء تخفيفا. والضمير في يظهروه للسد، ومعنى يظهروه يعلوه ويصعدوا على ظهره، فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه، ولا ينقبوه لقوته، ولا ينقبوه لقوته. قال هذا رحمة من ربي القائل ذو القرنين، وأشار إلى الردم،
فإذا جاء وعد ربي يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوا بالأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في البعض في بعض، الضمير في وتركنا لله عز وجل. الضمير في وتركنا لله عز وجل، ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره، فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس، أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد، والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج، والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام. ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم. ونفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث، ينفخ فيه إسرائيل نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبور. قوله وعرضنا جهنم أي أظهرناها. قوله كانت أعينهم في غطاء عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم، وكذلك لا يستطيعون سمعا. قال الإسكندر هو ذو القرنين، بعدين هنا ذكر كلام ابن تيمية قال أن من يسمي ذو القرنين الإسكندر فإنه يريد به الإسكندر بن دارا، ثم انتقد أن يكون المقصود به الإسكندر المقدوني. مستندا إلى ظاهر القرآن ودلالة التاريخ، وذلك من وجهين: الأول أن ذا القرنين كان مؤمنا موحدا والمقدوني كان كافرا. الثاني أن ذا القرنين بلغ أقصى المغرب. بس لو من أجل تنقل هذا لا لا يا شيخ، أنت أنت صاحب الفائدة. يلا بسم الله. مسكر سكر عندك يعني؟ لا لا خلاص خلاص، أجل أنا سأقرأه إذا كان قصة طويلة أنا بقرأه، أبشر. أحسن الله إليك. قال عن قتادة بن دعامة ابن دعامة هو الإسكندر ذو القرنين. قال في الحاشية في هذا من موسوعة التفسير بالمأثور، قال بيّن ابن تيمية أن من يسمي ذي القرنين أو ذا القرنين بالإسكندري فإنه يريد به الإسكندر بن دارا، ثم انتقد أن يكون المقصود به الإسكندر المقدوني، مستندا إلى ظاهر القرآن ودلالة التاريخ، وذلك من وجهين: الأول أن ذا القرنين كان مؤمنا موحدا والمقدوني كان كافرا، والثاني أن ذا القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج، والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا وصل إلى السد. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. ها؟ أي من قال أنه الإسكندر المقدوني فقد أشكل عليه مع الإسكندر ابن دارا. أحسن الله. قوله ونفخ في الصور، الصور هو قرأنا هذا. نعم. هنا يرجح أن النفخ نفختان. يذكر الشيخ خالد حفظه الله، الشيخ خالد السبت، قال يعني واختلف أهل العلم في النفخ من نفختين حتى أوصلها بعضهم إلى ست نفخات. ويعني قال بعضهم يقول ثلاث، بعضهم قال أربع، بعضهم قال خمس، بعضهم قال ستا. الأشهر ثنتين أو ثلاث، يعني هذا مما يستطرف أن رجلا دخل يعظ الناس في مسجد وكان يرى هذا القول أن النفخة نفختان، وأراد أن يحقق هذه المسألة أمام العوام، فقال والصحيح أنها نفختان. والعوام الذين في هذا المسجد، طبعا هذا قديم ليس الآن، يعني هذا قديم ذكروه في كتب التاريخ، والعوام الذين في المسجد يرون أنها ثلاث نفخات، فقام رجل عامي وقال قاتلك الله أنكرت نفخة؟ قال فما زالوا يضربونني حتى حلفت لهم أنها 20 نفخة. الله استعان. قال فما زالوا يضربوني على رأسي حتى حلفت لهم أنها 20 نفخة. الله استعان. قوله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أنهم لا يكونون لهم أولياء كما حكى عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم.
والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم. يعني يستفاد يا أخوة من هذه القصة يعني عند العامة، حاول أن تأتيهم بالأمر العام لأنه أحيانا لا يفهمون شيئا، يعني يفهمون على غير المراد، كما يذكر عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله أنه قال كان في بداية الطلب والدعوة، فقال فجئت إلى قرية كلهم فلاحين أهل الزرع، قال وأتيت قال يعجب أعجب الكفار نباته، قال وأنا أريد أقول لهم يعني أنتم يا معشر الزراع أنتم تسمون كفارا في لغة العرب. فقال فقام الناس علي فكنت أقول لهم قال ابن كثير، فقالوا لا ابن كثير ولا ابن قليل، الحين الوضع خرب على ما يقولوا. اي نعم. قوله أعتدنا أن يسرنا، نزل ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله، والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل، كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية في كفار العرب لقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه، وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم، وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. الخط عندك التصحيف هو الذي يسمى تجنيس التصحيف. قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد حبطت. جنات الفردوس هي أعلى الجنة حسب ما ورد في الحديث، ولفظ الفردوس أعجمي معرب. حولا أي تحولا وانتقالا. قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى، والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المعلومات. فمعنى الآية لو كتب علم الله لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله، وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله، وذلك أن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى قول ابن جوزي رحمه الله إخبار عن اتساع علم الله إلى آخره، أقول هذا صريح بتأويل كلام الله بعلمه، فالآية عند المؤلف إخبار عن سعة علم الله لا عن دوام كلامه، وقد بنى هذا التأويل على قول الأشاعرة في كلام الله بأنه معنى نفسي غير مسموع منه، وذلك في قوله والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس، وهذا ظاهر في أنه يقرر القول بالمعنى النفسي، وقول الأشاعرة في كلام الله قول باطل مناقض لدلالة العقل والشرع، فهو عندهم معنى النفسي ليس بصوت ولا حرف، واحد لا يتعدد، قديم لا تتعلق به مشيئة الله، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف ومن تبعهم، فكلام الله عند أهل السنة كلام مسموع كما سمع موسى كلام الله من الله أي بلا واسطة، وهو متعدد فهو حروف وكلمات وسور وآيات، وهو سبحانه يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، كما أخبر أنه قال ويقول ونادى وينادي كما دلت على ذلك الآيات والله أعلم. قوله تعالى بمثله مدد أي زيادة، والمدد هو ما يمد به الشيء ويكثر، فمن كان يرجو لقاء ربه، إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره، فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر، واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. قال كمل تفسير سورة الكهف، وبتمامها تم جميع النصف من البقرة من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليه السلام. قالوا في الحاشية ورد في نسخة كمل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ويتلوه الثاني إن شاء الله، ومن الله أرجو العون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وورد في نسخة أخرى
كمل تفسير سورة الكهف والحمد لله، وبتمامها تم السفر الأول، ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى سورة مريم عليها السلام، وصلى الله على محمد. قال: سورة مريم عليها السلام، وفي نسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سورة مريم عليها السلام. قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف، والهاء من هادي، والياء من علي، والعين من عزيز من علي، والعين من عزيز أو عليم، والصاد من صادق. وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كاف ها يا عين صاد، فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف. يعني هل كان يجمعها؟ يقول يعني يا كهيعص مثلا، أو كهيعص، أو يا كاف ها يا عين صاد. مع أنه ذكر هنا أنه أخرجه الطبري في تفسيره. قال: فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف. قوله: ذكر ها، تقديره هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمتي، فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول. وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف، وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. قوله تعالى: إذ نادى ربه، يعني دعاه نداء خفيا أخفاه، لأن الله يسمع الخفية كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، أو لئلا يلومه الناس على طلب الولد. ذكر عندك شيء؟ جميع الأسماء التي تضمنها كاف هاء عين صاد، يعني وجه مناداة علي بن أبي طالب بهذه أنها تدل على كريم، على أسماء الله. كلام ابن عطية، يعني ما ذكر في الطبري شيء أنت الآن تفسير؟ نعم، هذا تفسير الماثور. هو موجود عند علي بن أبي طالب، كان علي بن أبي طالب يقول يا كهيعص، يا كهيعص يعني صاد. عند من قال؟ عند عثمان بن سعيد في الرد على بشر، وابن ماجه في التفسير ولا في المقدمة؟ ابن ماجه كما في تهذيب الكمال، وابن جرير. ما ذكروا التضعيف ولا؟ ما ذكروا، ذكروا كلام ابن عطية. ايوه، احسن الله لي. قوله تعالى: وهن العظم، اي ضعف، واشتعل، استعاره للشيب من اشتعال النار. ولم اكن بدعائك ربي شقيا، اي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم، فاستجب لي في هذا، فتوسل الى الله باحسانه القديم الي. واني خفت الموالي، يعني الاقارب، قيل خاف ان يرثوه دون نسله، وقيل خاف ان يضيعوا الدين من بعده. من ورائي، أي من بعدي، عاقرة، أي عقيمة، فهب لي من لدنك وليا، يعني وارثا. نعم، ما قلت شيء. قال: يريثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وكذلك يرث من آل يعقوب العلم والنبوة، وقيل الملك، ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح. رضي، أي مرضي، فهو فعيل بمعنى مفعول. سمية، رضي، أي مرضي، فهو فعيل بمعنى مفعول. سمية، يعني من سمي باسمه، وقيل مثيلا ونظيرا، والأول أحسن هنا. قولوا: أن يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة،
وقيل سأله وهو في سن من يرجوه وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. قوله عتية قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر. قوله كذلك الكاف في موضع رفع، أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته، وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدأ قال ربك. وقيل إن الكاف في موضع نصب، في موضع نصب بقال، وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين. اجعل لي آية، أي علامة على حمل امرأته. سوية أي سليما غير أخرس، وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم، والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرس. وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات، فأوحى إليهم أي أشار. وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام. أن سبحوا قيل معناه صلوا، والسبحة في اللغة الصلاة. وقيل قولوا سبحان الله. يا يحيى التقدير، قال الله ليحيى بعد ولادته يا يحيى. خذ الكتاب يعني التوراة بقوة، أي في العلم به والعمل به. وآتيناه الحكم صبية، قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة. وحنانا قيل معناه رحمة، وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان. وزكاة أي طهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد. ورد عندك شيء في التفسير يا شيخ؟ السنة الحكمة إذا كانت في غير من قبل، في غير من قبلنا، يعني إذا كانت الحكمة المقصود بها في هذه الأمة فالمراد بها السنة، أما ما قبلها هذا الذي يذكر. الكلام فيه تكمل. نعم. لا أدري ما هو من الكلام إلا أني أظنه تعرف الله على عبده بالرحمة. الله، جميل هذا. عند من؟ دون قوله، شوف ترى ربما انه اخذ من ابن جرير، دون قوله الا ان يظن تعطفا على الله بالرحمه. طيب هذا الباقي اين؟ والباقي اسحاق البستي في تفسيره، والحاكم والبيهقي، وعزاه السيوطي الى عبد الرزاق والفريابي بن ابي شيبه وعبد بن حميد بن المنذر بن ابي حاتم والزجاجي في اماني. هذا مما يؤيد انه اخذ من الطبري. اي صحيح. بس في ايضا يبدو ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عباس سئل عنها قال فلم يحر فيها شيئا، سعيد بن جبير، وسالته عبد الله بن عباس عن قوله وحنانا قال فلم يحر فيها شيئا، وعن عبد الله بن عباس من طريق علي بن ابي طلحه في قوله وحنانا من لدنا قال رحمه من عندنا. رحمه من عندنا ذكر ابن عطيه قال هذا قول جمهور المفسرين. وسئل عنها قال رحمة من عندنا، قيل له هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت ضربة ابن العبد البكري وهو يقول أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهول من ذلك. اختمجمل القرار المثور. جميل. زكاة أي وزكاة أي طهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت. مكانا شرقيا أي إلى جهة الشرق، ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق. فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وقيل عيسى والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك. وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف بعيد. قوله ليهب لك غلاما زكيا هو عيسى عليه السلام، وقرئ ليهب بالياء والفاعل هو ضمير الرب سبحانه وتعالى، وقرئ بهمزة المتكلم هو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. قوله ولم أكو قوله عنها ولم أكو بغية، البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي فعول. قوله ولنجعله آية، الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف تقدير لنجعله آية فعلنا ذلك. فحملته يعني في بطنها، وكانت مدة حملها 8 أشهر. وقال ابن عباس حملته وولدته من ساعته. عند من؟ عند ابن جرير. ما اتخذت النصارى المشرق قبلة؟ إني العالم قد بالله لأي شيء اتخذت النصارى مشرق لقول الله فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة. فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة. صمني. قال وقال ابن عباس حملته وولده وولدته من ساعته، وفي نسخة من ساعة. مكانا قصية أي بعيدة، وإنما بعدت حياء من قومها أن يظن بها الشر، فأجاءها معناه ألجأها، وما هو منقول من جاء بهمزة التعدية. المخاض أي النفاس إلى جذع النخلة، وروي أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس، قالت يا ليتني مت، إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر ووقوعهم في ذمها. وتمني الموت جائز في مثل هذا، وليس هذا من تمني الموت لضر نزل بالبدن فإنه منهي عنه. وكنت نسيا، النسي الشيء الحقير الذي لا يؤبه له، ويقال بفتح النون وكسرها. فناداها من تحتها قرئ من بفتح الميم وكسرها، وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو عيسى، وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة، وقيل كان في مكان أسفل من مكانها. ألا تحزني تفسير للنداء، فأن مفسرة، سرية يعني جدولة، وهي ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك، وقيل يعني عيسى، فإن السرية الرجل الكريم. وهزي إليك بجذع النخلة كان جذعا يابسا، فخلق الله فيه الرطب كرامة لها وتأنيسا. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق، لأن الله أمر مريم بهز النخلة، والباء في بجذع زائدة كقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تساقط عليك رطبا جنيا، الفاعل بتساقط النخلة، وقرئ بالياء والفاعل على ذلك الجذع، ورطبا تميز، والجني معناه الذي طاب وصلح لأن يجتنى. فكلي واشربي أي كلي من الرطب واشربي من ماء الجدول وهو السري. وقري عينا أي طيبي نفسا بما فعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب. فإما ترين هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة للتأكيد، وترين فعل خطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام، وقيل تعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت، وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها، ولأن عيسى تكلم عنها، وإخبارها بأنها نذرت الصمت كان بهذا الكلام.
وقيل بالإشارة ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. فقوله تعالى فأتت به قومها لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا أي شنيعا وهو من الفرية. عندك شيء؟ في شيء هنا يا ليتني مت تعرفها في ثمن الموت لو جبت انهم يعني يا ليتني لم اخلق كل تفسيرات السلف على هذا ابن عباس لم اخلق ولم اخلق شيئا وكنت حيضة نسيفها او نسيفها وكنت حيضة نسيا منسيا وكنت حيضة نسيت ويا ليتني كنت حيضة مقاتا على عتب أم إلى آخر يعني كأني لم أخلق قلنا في هذا المعنى أما تمنى الموت ما وجدت نسيا نسيا منسيا عند يا ليتني مت الشيخ قال أنا أتمنى موت هي الحقيقة من بيظهر كلهم قالوا لم أخلق هذا الجزء الكام؟ الجزء الكام؟ هذا 71 صفحة 70 جزء 14 نعم جميل هذا يا ليتني مت على اعتبار أن الموتة الأولى هي ما كان قبل الولادة أي يعني لم أخلق على اعتبار أن الموتة هنا هي ما كان قبل الولادة قال الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالموت الأولى ما كانت قبل الولادة طبعا بعض أهل العلم قالوا الموت الأولى هي ما كانت قبل الولادة باعتبار الحياة التي قبلها في أخذ الميثاق هذا قول لكن الصحيح لا أنها ما حسبت تلك قوله يا أخت هارون كان هارون عابدا من بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبهه وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا وقيل هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريته فأخته على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة فإن بين زمانهما دهرا طويلا قالوا فأشارت إليه أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت كان في المهدي كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف وقيل المهد هنا حجرها آتاني الكتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل مباركا من البركة وقيل نفاع وقيل معلم للخير واللفظ أعم من ذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان وقيل الصلاة هنا الدعاء والزكاة التطهير من العيوب وبرا معطوف على مباركا وروي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر وفي كلامه هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا والسلام علي أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى فهو كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل وقال الزمخشري الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم إبراهيم بلعنة من اتهم مريم كأنه قال السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده تعريض بلغتي ايش عندك شيخ شوف البيان اي اعلنا اقرب دار البيان ايش قال بلعنه ها
نعم. قوله قول الحق بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر، وبالنصب منصوب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. قوله فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء، أو يشكون فهو من المرية، والضمير لليهود والنصارى. وأن الله ربي من كلام عيسى، وقرئ بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه، وبكسرها لابتداء الكلام، وقيل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى بن مريم وإن الله ربي وربكم، والأول أظهر. قولوا فاختلف الأحزاب هذا ابتداء إخبار، والأحزاب اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافا شديدا، فكذبه اليهود وعبده النصارى، والحق خلاف أقوالهم كلها من بينهم، معناه من تلقائهم ومن أنفسهم، وأن الاختلاف لم يخرج عنهم. من مشهد يوم عظيم يعني يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين. يوم الحسرة هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، وقيل هو يوم القيامة. وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية، هم يقولون لا يصح أن يكون على الظرفية هنا لأنه لا يصح تقدير في هنا، يعني وأنذرهم في، لأنه لو قلت وأنذرهم في يوم، الإنذار هو في الدنيا وليس في يوم القيامة، فلا يصح أن يكون في للظرفية هنا، إنما المفعولية. وهذه يعني في آيات كثيرة، مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اتقوا حتى لا تصلوا لذاك اليوم وأنتم لم تتقوا، فيكون واتقوا لا يصح في يوما لا يصح فيه الظرفية، واتقوا في يوم، يعني ما تكون التقوى هناك، التقوى هنا. نعم. وإنذارهم الإنذار هنا. وهم في غفلة يعني في الدنيا، وهو متعلق بقوله في ضلال مبين أو بأنذرهم. قوله تعالى صديقا بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده، ويحتمل أن جمع الوصفين، وفي نسخة أن جمع بين الوصفين أنه يصح الوجهان. قوله ما لا يسمع ولا يبصر يعني الأصنام، صراطا سويا أي قويما، لأرجمنك قيل يعني الرجم بالحجارة، وقيل الشتم، وهجرني مليا أي حينا طويلا، وعطف وهجرني على محذوف تقديره احذر رجمي لك، قال سلام عليك هو وداع ومفارقة، وقيل مسالمة لا تحية، لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. قوله سأستغفر لك وعد، وهو الذي أشير إليه في قوله عن موعدة وعدها إياه، قال ابن عطية معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك، وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز. وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره، ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك. ويقوي هذا القول قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حفيا أي بارا متلطفا، وأعتزلكم وما تدعون أي ما تعبدون. إسحاق ويعقوب هما ابنه وابن ابنه، وهبهما الله عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم، من رحمتنا النبوة، وقيل المال والولد، واللفظ أعم من ذلك، لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. قوله تعالى مخلصا بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله، وبفتحها أي أخلصه الله للنبوة والتقريب. وكان رسولا نبيا، النبي أعم من الرسول، لأن النبي كل من أوحى الله إليه، ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وناديناه هو تكليم الله له. الطور هو الجبل المشهور بالشام. الأيمن صفة للجانب، وكان على يمين موسى حين وقف عليه، ويحتمل أن يكون من اليمن، هذا مما يؤيد
كلام شيخنا الشيخ عادل أن سيناء من الشام. نجية، النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة، وقيل من هو من النجاة والأول أصح، من رحمتنا من سببية أو للتبعيض، وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل. قولوا إنه كان صادق الوعد، روي أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة، وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل. قولوا إدريس هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، وهو أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم وخاط الثياب، وهو من أجداد نوح عليه السلام. إيش قال عندك في التفسير؟ هل قولوا ورفعناه مكانا عليا، قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات، وفي حديث الإسراء أنه في السماء الرابعة، وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته، والأول أشهر ويرجحه الحديث. وهو جد أبي نوح. جد أبي نوح واسمه أخنوخ. أخنوخ يمكن صح كذا. إيه. أخنوخ فعلا خاء مسكنة أخ نوح عليه السلام، إنه كان صديقا مؤمنا بتوحيد الله عز وجل نبيه. هذا في تفسير مقاتل بن سليمان، يعني جاء هذا عن مقاتل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص إن أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه فأمره الله أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله. طبعا هذا تفسير ابن عامر بن العاص فيه أنه بعث إلى قومه وأهلكهم الله. ابن عطية علق على قول هذا القول، قال والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمه وأنه نبي، يعني نبي من غير لغير أمة. لغير أمة. لكن هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه بعث بإهلاك أمة، وهذا خرج ابن أبي حاتم. تفسير مأثور مليان. يا بص. ها؟ تطبع واحد في مليان مليان. الشيخ خالد يثني عليه كثيرا. والله لا اسمع الشيخ خالد صدق اول مره يعني اتوقع الشيخ يعني اخذ له سنه ان شاء الله. قوله اولئك اشاره الى كل من ذكر في هذه السوره من زكريا الى ادريس من النبيين، من هنا للنبيان والتي بعدها للتبعيض، من ذريه ادم يعني نوحا وادريس، وممن حملنا يعني إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسرائيل يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى، وممن هدينا يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية، وبوكية جمع باك ووزنه فعول. فخلف من بعدهم خلف يقال في عقب الخير خلف بفتح اللام، وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعني هنا. واختلف في من المراد بذلك، فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود، وقيل كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل. أضاعوا الصلاة قيل تركوها، وقيل أخرجوها عن أوقاتها. يلقون غيا، الغي الخسران، وقد يكون بمعنى الضلال، فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي، إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع بالغيب، أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم. قال في نسخة بذلك. نعم. قال مأتية وزنه مفعول، فقيل إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي، وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. لغوا يعني ساقط الكلام، إلا سلاما استثناء منقطع. بكرة وعشية قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي، إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل.
وقيل أن ما المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم. قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبطأت عني واشتقت إليك، فقال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست، ونزلت هذه الآية. قال أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. قولوا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيها من الجهات والأماكن، في نسخة وما نحن فيه من الجهات والأماكن، فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور، وما خلفنا الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. وقيل ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها، والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. وما كان ربك نسيا هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول، وقيل بمعنى الترك والأول أظهر. هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا، فهو من المسامي والمضاهي. وقيل من يسمى باسمه لأنه لم يتسم بالله غيره تعالى. قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا حكاية قول من أنكر البعث من القبور. والإنسان هنا جنس يراد به الكفار، وقيل إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على أإذا ما مت للإنكار والاستبعاد، واللام في قوله لسوف سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى، والإخراج يراد به البعث. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل، احتجاج على صحة البعث ورد على من أنكره، لأن النشأة الأولى دليل على الثانية. لنحشرنهم الشياطين، يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم، والواو للعطف أو بمعنى معه، فيكون الشياطين مفعولا معه. وجثية جمع جاث ووزنه فعول، من قولك جث الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف. ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان. ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار. وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جربا فالأكبر جرما. أيهم اختلف في إعرابه، فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة، وكان التقدير أيهم هو أشد فوجب البناء، وكان التقدير أيهم هو أشد هكذا، أو أيهم، أيهم هو أشد فوجب البناء. وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية، تقديره الذي يقال له أشد. وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. أولى بها صلية، الصلي مصدر صلي النار، ومعنى الآية أن الله يعلم من هو أولى بأن يصل العذاب. وإن منكم إلا واردها، خطاب لجميع الناس عند الجمهور، فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم، فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم أنتم لها واردون وفأوردهم النار. وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله ورد ماء مدين، والمراد بذلك جواز الصراط. وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال. قوله حتما أي أمرا لا بد منه. ثم ننجي الذين اتقوا، إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها، وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، الفريقان هم المؤمنون والكفار، والمقام اسم مكان من المقام اسم مكان من قام، وقرئ بالضم من أقام، والندي المجلس. ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما، أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلسا، فنحن أكرم على الله منكم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم مفعول بأهلكنا. ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور، أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله، لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا.
هم أحسنوا. قال الزمخشري هو هذه الجملة في موضع نصب، في موضع نصب صفة لكم أثاثا أي متاع البيت. وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العيني والعرض والحيوان، وهو اسم جمع في نسخة والعروض والحيوان. وقيل هو جمع واحده أثاثة. ورئي بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر حسن، وهو من الرؤية، والرئي اسم المرئي. وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمز، فالمعنى متفق. وقيل هو من ري الشارب أي التنعم بالمشارب والمآكل. وقرأ ابن عباس زي بالزاي. قوله فليمدد له الرحمن مدا أي يمهله ويملي له. واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا. حتى هنا غاية للمد في الضلال، إما العذاب يعني عذاب الدنيا شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نديا. والباقيات الصالحات ذكر في الكهف، وخير مردا أي مرجعا وعاقبة. أفرأيت الذي كفر هو العاصي بن وائل. وقال لأتين مالا وولدا كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكونن لي هناك مال وولد. أطلع الغيبة الهمزة للإنكار والرد على العاصي في قوله كلا ردع له عن كلامه. سنكتب ما يقول إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. ونمد له من العذاب مدا أي نزيد له فيه. ونرثه ما يقول أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد. ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما. معنى بديع أي أنك أنت هلكت وولداك ذهب إلى الإسلام. جميل. ويأتينا فردا أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير. سيكفرون بعبادتهم، قيل إن الضمير فيه سيكفرون للكفار وفي عبادتهم للمعبودين، فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين. وقيل إن الضمير فيه سيكفرون للمعبودين وفي عبادتهم للكفار، فالمعنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. قوله تعالى ويكونون عليهم ضدا معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم، فيصير العز الذي أملوه ذلة. وقيل معناه أعداء. قوله تعالى أرسلنا الشياطين على الكافرين تضمن معنى سلطنا، ولذلك تعدى بعلى. تؤزهم أزة أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي، فلا تعجل عليهم أي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. إنما نعد لهم عدا أي نعد مدة بقائهم في الدنيا، وقيل نعد أنفاسهم. وفدا قيل معناه ركبان، ومعنى الوفد لغة القادمون، وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك. وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود. قوله وردا معناه عطاش، لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش. لا يملكون الشفاعة الضمير يحتمل أن يكون للكفار، لا يملكون الشفاعة الضمير يحتمل أن يكون للكفار، والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم. ويكون من اتخذ استثناء منقطعا بمعنى لكن، أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل، والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا. أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل. ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. والظاهر أن ذلك إشارة أو إشارة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي. شيئا إدا أي شنيعا صعبا، يتفطرن منه أو ينفطرن منه أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله، من قول الكفار اتخذ الله ولدا. هدى أي انهداما، أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام، وهي لغة. إدا
شنيعا صعبا. ايش عندكم؟ شيئا صعبا. شيئا صعبا. على شيئا. شيئا انت شيئا صعبا. قوله ان كل من في السماوات والارض رد على مقالة الكفار، والمعنى أن الكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ وإن نافية، وكل مبتدأ وخبره آت الرحمن. قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، هو المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده، وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الظاهر أنه في مرجع شيعي أكيد. قوله يسرناه، الضمير للقرآن، وبلسانك أي بلغتك. قوما لد جمع ألد، وهو الشديد الخصومة والمجادلة، والمراد بذلك قريش، وقيل معناه فجارا. قوله تعالى أو تسمع لهم ركزا، هو الصوت الخفي، والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش. عن علي ذكر ابن عطية في المحرر. ما ذكر عندك شيء شيخ علي؟ من أخرجه؟ والديلمي في الفردوس، إسناده تارك فيه إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلي، كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرع، وقال الفلاس متروك، وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث. إسناده تارك فيه من؟ إسحاق؟ إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلي. طيب، هذا الأثر عن براء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اللهم اجعل لي عندك عهدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: قل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي عندك ودا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فنزلت في علي. هذا نفس الإسناد اللي عندك. هذا نفس. طيب، في أثر ثاني عن ابن عباس: نزلت في علي بن أبي طالب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: محبة. أنا قلت نزلت علي بن أبي طالب. قال: محبة في قلوب المؤمنين. هذا عند الطبراني. وقال الهيثمي: فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. هذا ساق ابن عطية الأقوال الواردة، ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى، أي إن الله لما أخبر عن إتيان كل من في السماوات والأرض والانفراد آنس المؤمنين بأن سيجعل لهم في ذلك اليوم ودا، وهو ما يظهر عليه من كرامته، لأن محبة الله لعبد إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه له. وهذا صرف من ابن عطية رحمه الله للمحبة. المحبة إلى لازمها خلاف ما تفسر السؤال. طيب، إذن أثران عن ابن عباس، وفي أثر يعني كلاهما ضعيفون. جزاك الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. موعدنا أيها الأحبة بعد صلاة التراويح، جزاكم الله خيرا.